تكلمت عن مخطط. اهلا اهلا، اما زلت تشتغلان؟ تميز العمل الحكومي بعد الدستور 2012 بتحضير مخطط حددت له الحكومة اسم مخطط تشريعي. والملاحظ أنه منذ صدور ذلك المخطط إلى الآن بيّنت الأحداث على أنه رغم إيجابية إيجاد مخطط للحكومة، مخطط في المجال التشريعي هذا سنتناوله في نقطة، فإن آثاره ستكون سلبية على العمل التشريعي داخل البرلمان، وهذا سنتناوله في نقطة ثانية. لماذا؟ لأنه من ناحية الأولى أعتقد بأنه المخطط التشريعي هو وسيلة عمل حكومية داخلية. من حق الحكومة أن يكون لها مخطط تشريعي على غرار باقي المخططات، مخطط اقتصادي، مخطط مالي، مخطط بيئي، مخطط عمراني، يعني الحكومة تعمل وفق مخططات. لذلك لا يضر بل من المحبذ، وهذه سنة يعني جيدة إيجابية، أن يكون للحكومة مخطط تشريعي تحاول من خلاله أن تجسد مجموعة من البرامج التي حددتها في برنامجها الذي عرضته على البرلمان للمناقشة والتصويت في مجلس النواب. إذا كعمل داخلي هذه مسألة إيجابية، بالعكس تبين ما هي السياسة العموم العامة للحكومة وأيضا السياسات القطاعية من خلال النصوص التي ستقترحها. ولكن الجانب الثاني الذي يثير النقاش وهو أن هذا المخطط التشريعي وإرساله إلى البرلمان يشكل نوعا ما مسا باستقلالية المؤسسات التشريعية. لذلك من المهم جدا أن نحاول أن نتعرف على ما هي الآثار التي ستترتب عن هذا المخطط التشريعي. أولا نشير إلى أنه السلطة التشريعية وفق الدستور الجديد مسندة بأكملها إلى البرلمان، بمعنى البرلمان هو المشرع الرئيسي. ثانيا نشير إلى أن الحكومة أعطاها الدستور الكثير من الوسائل التي تمكنها من توجيه العمل التشريعي أو حتى أحيانا من الضغط من خلال تدخلها، سواء في تحديد جدول الأعمال، سواء في المشاريع التي تقدمها، سواء في تحديد الأسبقيات، وبالتالي حتى في طريقة التصويت يجعل أن الحكومة لها امتياز تشريعي. لكن أعتقد بأن هذا الامتياز التشريعي يجب أن لا يصل إلى درجة مصادرة حق البرلمان في التشريع. لنتأمل ماذا يمكن أن يجري وما يجري حاليا من خلال سؤالين. السؤال الأول، ماذا تبقى من الزمن التشريعي للبرلمان؟ إذا أخذنا بعين الاعتبار بأنه الدورات الخريفية تكون مخصصة للقانون المالي، إذا التشريع فيها يكون مقلصا، تبقى الدورات الربيعية، نأخذ بعين الاعتبار بأن هناك مجموعة من القوانين التنظيمية اللازمة لتطبيق وتنفيذ الدستور ستأخذ وقتا واسعا في المناقشة. أعتقد بأن مواضيع مثل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مثل العرائض، مثل الملتمسات، مثل القانون التنظيمي للحكومة، مثل المحكمة الدستورية، الهيئة العليا للسلطة القضائية، النظام الأساسي للقضاء، هذه المواضيع حتى موضوع الجهوية أساسا مواضيع يعني مهمة جدا، ومن المؤكد أنها ستأخذ نقاشا مجتمعيا واسعا إضافة كمواكبة للنقاش الذي سيجري في البرلمان. نضيف إلى ذلك إلى جانب التشريع، البرلمان يقوم بعملية مراقبة، جلسات للأسئلة، جلسة شهرية لمساءلة رئيس الحكومة، وجلسات للاستماع إلى الوزراء والمسؤولين عن المقاولات والمؤسسات في إطار اللجان، لجان تقص الحقائق، لجان الاستطلاع، بمعنى أن الزمن التشريعي أريد أن أقول عندما نحذف منه كل هذا سيتبقى منه وقتا ضئيلا جدا. هذا الوقت الضئيل أعتقد بأنه يجب أن تتم التعامل معه مناصفة على الأقل،
على الأقل من خلال مشاريع القوانين، ولكن أيضا من خلال مقترحات القوانين، لأن البرلماني أي عضو البرلمان سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين من حقه أن يدلي بمجموعة من المقترحات، أحيانا لتكملة العمل الحكومي، وأحيانا يبتدع حتى يقترح حتى نصوص جديدة. بل أن الدستور ألزم المناقشة على مقترح قانون على الأقل كل شهر بالنسبة للمقترحات التي تقدمها المعارضة. إذن في هذه الحالة السؤال الثاني الذي سيبقى لنا، وهو هل من خلال هذا المخطط التشريعي للحكومة ستتم حجز زمن برلماني تشريعي مسبق للحكومة، بمعنى أنه يتم مصادرة العمل الذي يتم طريق مقترحات القوانين، بأننا نسير جاه، لأنه الحكومة ما دامت صادقت بين قوسين على مخطط تشريعي فهي ستحاول أن تعرقل كل مقترح قانون تقدم به البرلمان بالقول بأنه يدخل في مخططها وأنها تحضر له مشروعا سيتم عرضه في سنة 2013 أو 14 أو 15 أو سنة. بمعنى آخر أنه دائما، بما أن مخطط حكومي شامل ويتضمن يعني عشرات النصوص القانونية سواء التنظيمية أو العادية، بمعنى دائما ستكون الأفضلية للحكومة التي ستعاقل المقترحات الصادرة عن أعضاء مجلسي البرلمان. إذن في هذه الحالة نحن أمام وضعية أقول وضعية غير سليمة. لماذا؟ لأن هيمنة العمل التشريعي الحكومي مسألة مقبولة في إطار عقلنا، ولكن ينبغي أن لا تصل إلى درجة مصادرة الزمن المتبقي. وما يقع في هذه الأيام بصدد القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق دليل على ما سبق أن قلته، وهو بالمناسبة ما قال سبق أن نشرته في إحدى الجرائد الإلكترونية الشهيرة، بمعنى أننا ما كنت أتوقعه يقع حاليا بين أمام أعيننا، وهو أن مجلس النواب في إطار لجنته يعني توافقت الأغلبية عن طريق فريق يعني العدالة والتنمية، والمعارضة عن طريق مقترح للأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، تم التوافق على نص، بل كادت اللجنة أن تمر إلى التصويت، فإذا بمجلس الحكومة يصادق بين قوسين على قانون مشروع قانون تنظيمي في نفس الموضوع، مما سيؤدي إلى توقيف العمل بالمقترح في انتظار أن تعرض الحكومة مشروعها، علما بأنه حتى هذه العملية مشكوك فيها من الناحية الدستورية، لأننا نعرف بأنه الدستور الجديد عندما ميز ما بين اختصاصات مجلس الحكومة ومجلس الوزراء أعطى لمجلس الحكومة الصلاحية في المصادقة على مشاريع القوانين دون أن تعرض على مجلس الوزراء، وبالتالي تمرر مباشرة إلى البرلمان. لكن فيما يتعلق بالقوانين التنظيمية، فيما يتعلق بالقانون الإطار، أسندها الدستور مباشرة إلى مجلس الوزراء.